بمناسبة عيد الصعود الإلهي، ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران عمان للرومي الأرثوذكس في كنيسة الصعود الإلهي في خلدة خدمة القداس الاحتفالي بمشاركة كهنة الرعية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. بمناسبة عيد الصعود الإلهي، ترأس صاحب السيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران عمان للروم الأرثوذكس في كنيسة الصعود الإلهي في خلدة خدمة الغروب الاحتفالي بمشاركة كهنة الرعية ولفيف من قدس الآباء الأجلاء وخدمة القداس الإلهي بمعاونة كل من آباء الكنيسة الإيكونوموس إبراهيم قاقيش والإيكونوموس جراسيموس طاشمان والإيكونوموس ثيذورس حداد بمرافقة جوقة الكنيسة التي أحيت الخدمة بالتراتيل المعزية من وحي المناسبة وحضور السفير اليوناني وعدد كبير من أبناء الرعية المحتفلين بهذا العيد. وفي عظة القداس تأمل سيادته بحادثة عيد الصعود الإلهي حثا أبناء الرعية أن نوقد قلوبنا ونبقي عقولنا وعلاقتنا مرتبطة مع الإله الذي تنازل من عرشه وتواضع لأجل خلاص نفوسنا عبر الصليب. وفي ختام العظة هنأ سيادته أبناء الرعية وكهنتها بعيد كنيستهم التي تعانق منارتها سماء الأردن، وقدم باقات من المعايدة القلبية إلى لجنة الكنيسة ومرتليها شاكرا إياهم على جهودهم وخدمتهم اللامتناهية. كل القيود اللي الخطية سببتها لإلنا، يعني الموت والفساد، المرض والضعف، كل إشي أجا المسيح وانتصر عليه، وبانتصاره نحن مننتصر معه. أعطانا النعمة، أعطانا القوة والمقدرة إنه نحن معه مننتصر ومنغلب. عشان هيك حكالنا ثقوا أنا قد غلبت العالم، ما تخافوا، كونوا بسلام، سلامي أعطيكم، فرحي بعطيكم، اللي ما بقدر حتى ينزعه من قلبكم. هاي مسؤوليتنا أبنائي، كيف منا نحافظ على سلام وفرح المسيح في قلبنا وفي ضميرنا في بيوتنا في عائلاتنا في كل مكان، وكيف منا كمان نقدر نحافظ على مكانتنا إنه نحن مش أبناء هاي الأرض ولكن أبناء الملكوت السماوي، وأبانا هو الرب والمخلص يسوع المسيح. مش نحن منحكي كلنا أبانا الذي في السماوات؟ معناته شو بيذكرنا هذا الكلام؟ إنه نحن وطننا مش هون ولكن وطننا السماء. عشان هيك كتير مرات نحن منعتز ومنفتخر بكتير أمور دنيوية، في بعض بيعتز وبيفتخر بنسبه بعشيرته بحمولته ببلده، في غير بتباهى في لباسه اللي بيلبسه، بسيارته اللي بيطلع فيها، ببيته اللي قصر. كل واحد عنده فكر اللي فيه بتباهى. اليوم بيجي المسيح وبيحكي لنا كل هاد ولا شيء، كل هاد باطل، عفن، تراب، ما هو ولا شيء. إذا أنت الإنسان إذا ما كنت معي بيحكي لنا المسيح، شو بتكون؟ شو أنت؟ هاد كتير مهم إنه ندركه. شو نحنا؟ نحنا جثة معفنة، نحنا ما بأكم من ساعة بعد ما بتفارق روحنا الجسد، جسدنا بتطلع ريحته، بيصيروا بسرعة بدهم يخلصوا منا ويدفنونا. ولكن مع المسيح شو أنت؟ أنت قديس. مع المسيح أنت خالد، أنت أبدي. مع المسيح ما بيذوق جسدك الموت ولكن أنت ابن القيامة،
وعشان هيك عندنا أجساد القديسين اللي بعد مئات السنين بتطلع طيب عطر رائحة زكية. ليش؟ كيف؟ حتى يحكي لنا شوفوا اللي بيتحد فيه كيف بيكون. بعد 1400 سنة القديس صابا، قبل أكم من شهر صاحب الغبطة والمجمع نزل حتى غيروا له ثيابه، كان كل جسده زي ما هو، جلده زي ما هو، غيروا له ثيابه كامل، والمكان فاح ريحة الطيب منه. شوفوا شو بحكي لنا هون، بحكي لنا إذا أنت معي شوف شو بصير فيك. هاي دلائل حتى تحكي مع كل واحد منا اليوم في خميس الصعود، كيف نحن منا نحافظ على هذا الجمال وهذا الغنى وهذا الكمال اللي أعطانا إياه الرب والإله والمخلص يسوع المسيح. أبنائي اليوم بهنيكم أنتوا رعية خلدة، رعية كنيسة الصعود، لأنه اليوم عيدكم. اليوم أنتوا لازم تكونوا فرحانين، لازم تأخذوا هذا الفرح لبيوتكم، لأنكم أنتوا أبناء رعية كنيسة الصعود. في إلكم ميزة، وميزتكم هي إنكم دائماً اللي لازم تصعدوا إلى فوق. ربنا يبارككم كل سنة وأنتوا سالمين كل واحد منكم. وبعد الصلاة توجه الجميع لقاعة الكنيسة ليتبادلوا السلام في أجواء من الفرح والسعادة بحضور سيادة المطران بينهم.